المواطنين واحنا ناديو نواصل الثورة، لأن الأهداف الحقيقية لم تتحقق، ولأنه نعتبر أن كل المسار ما بعد 14 فيه هو مسار انقلاب على الثورة. انطلاقا من الليلة الثانية ولينا نشوفوا يعني في بافلوية تصلوا. بالنسبة لكم أنتم، من يتساءل حول الإمكانيات التي سخرت لهذا الاعتصام، شنو هي الإجابة اللي تنجموا توفروها؟ بالنسبة للاعتصام هذا وقتي بدينا فيه من الأول، بدينا فما خيام جابوها مناضلين معناها معانا جابوها، ومن بعد شوية بشوية النواب ما بينات بعضهم لموا مع بعضهم تيت كوليك، وفما ناس فاعلين خير اللي يحبوا يعاونوا اللي هما يراوا روحهم في الاعتصام هذايا، عاونوا باللي سونو باللي واحد. اي دونك هو معناها مجهود مشترك ما بين كل الاطراف اللي اليوم تحس روحها معناها مهتمه وتابعه الاعتصام هذا. عبد الناصر العويني، اليوم اللي يحدث فما ايفوليسيون صايره في الاعتصام هذا نتاع باردو، خاصه انه فما يعني امكانيات سخرت لهذا الاعتصام. بالنسبه للناس اللي قاعده تصرف على الاعتصام، تخافوش انه يكون فما تاثير على خط الاعتصام او على مطالب الاعتصام من طرف الناس هذا؟ ليش اش معناها الناس اللي تصرف؟ فما دي كوتيزاسيون، الناس كل انا نساهم في المصروف، الناس كل تساهم بقدر معين. عملنا طريقه لايجاد ميزانيه مشتركه بين كافه الفاعلين والداعين للاعتصام هذايا باش نجموا ناثروا الاعتصام هذايا ماديا. والمساله هذه ما تتجاوز، شوفوا انتم انا تغطيو ما تتجاوز حدود المطلوب، معناها حدود الاحتياجات. ناكد لكم انه مواطنين ثم حتى جهه، ثم مواطن معين تطوع باش جاب الصنوع وخلص، فهمني؟ دونك ما ثماش لا جهه حزبيه لا طرف معين هو اللي خلص الصنوع، ثم مواطنين معتصمين، ثم رجال اعمال، ثم ناس تحب تعاون بطريقه او باخرى يتسائلوا، بيان سور ما يعرفوش يرفعوا شعارات، ما يعرفوش يعملوا مظاهرات، حبوا يعاونوا في الاعتصام هذا باعتبار انهم لقاوا رواحهم في الاعتصام وفي برنامج الاعتصام وفي شعارة الاعتصام. البنزرتي مستريني في باردو سنة. والله أنا موجود في باردو، قلت له أنا عشت مع الجمهور ومكمل حياتي كاملة مع الجمهور، وقوتي وكل شيء جاء من الجماهير الرياضية والجماهير التونسية، والجمهور هذايا محلاه ومبنوا وتبارك الله عليهم ويدافعوا على تونس، وتونس تستاهل خير من هكا وأفضل من هكا، وما حشناش بالناس هذوما، الناس هذوما راهم ما عندهم حتى فضل على تونس، وحتى واحد منهم قدم ما عنده حاجة لتونس إضافية ولا حاجة إيجابية. وبعد يقولوا احنا مش عارف الشكايه، قل لهم اي شرعيه تتمسكوا بها، منين جاتكم الشرعيه؟ الشرعيه وفات، راهو فما ارهاب اللي صار في تونس الفتره هذه عمره ما صار في تاريخ تونس، اغتيال سياسي، اغتيال الجنود نتاعنا واستفزاز الجيش نتاعنا، فهمتني؟ ومن حقنا باش ندافعوا على البلاد هذه. اليوم موجود في اعتصام باردو كل يوم مش اليوم. شنو هي الرسالة اللي نجمو نفهموها من تواجدك في اعتصام باردو؟ يسقط النظام، الناس الكل، كل وجوه كلها لازم تبدل. هذايا حق شخصي على النظام بحكم الفترة اللي عديتها في الحبس؟ أكيد. يسم الخوفة صاحبي، يسم الخوفة صاحبي، وانفض غبارك وقوم، هزوا البلاد والعباد وما تركوا من الطير كان البوم. يسم الخوفة صاحبي، يسم الخوفة صاحبي، وقوم انفض غبارك، هزوا البلاد والعباد وما تركوا من الطير كان البوم. هزوا البنية وامها، هزوا الدخل في ظلها. انتم تخوضون معركة الاستقلال الحقيقي، مش معركة الاستقلال الوطني، المعركة الحقيقية. اليوم الذين يتباكون على شهدائنا من جيشنا الحر، جيشنا القوي، جيشنا الأبي، هم قدموه قربانا، قدموه قربانا بما يفرضوه من عصيان مدني. نحن التقدميون، نحن الديمقراطيون، نحن سننتصر في هذه المعركة، نحن سننتصر في هذه المعركة، نحن سننتصر.
تفوتونا الانتخابات نحن شاهسون. تريدون الاستفتاء حول انتهاء هذا المصاري من عدمه، نحن شاهسون. تريدون أن تمدوا أيديكم، نحن جاهزون. تريدون الشوارع، نحن جاهزون. نحن نريد تونس، أنتم ماذا تريدون؟ وليس منصة حركة النهضة، ولا منصة مؤتمر النشا الجمهورية، ولا منصة التكتل، ولا منصة حركة وفاء. هذه المنصة لشباب الأزمة، لشباب الثورة، وكل تونسي يكره الانقلاب، وكل تونسي يحب يستقر تونس في الفترة هذية. الشعارات اللي نرفع فيها ما تلزمني كان أنا شخصيا، ما تلزم حتى حزب، تلزم الرابطة الوطنية لحماية الثورة. أنا نرفع شعارات يساندوا الشرعية والوحدة الوطنية. كانت فسرنا شنو العريضة هذه؟ العريضة هذه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، التقينا قرابة 30 جمعية، سمينا أنفسنا الائتلاف الوطني لتحقيق أهداف الثورة ودعم الشرعية، وأنجزنا بيان تأسيسي لهذا الائتلاف، ثم خرجنا بيان ووزعناه على المجتمع المدني وعلى وسائل الإعلام حول الحراك والأزمة اللي تمر بها البلاد، اللي ثم ناس انقلابيين حاولوا ينقلبوا على الشرعية وحاولوا يحلوا مشكل توقف تحقيق معنا أهداف الثورة عبر شكل متخلف يرجعنا للمربع الأول، وإحنا نرفض هذا الممارسة. فكذلك قلنا أن نلزمنا كجمعيات وكائتلاف وطني شرق المجتمع معنا عبر جمع كبير عدد كبير من الإمضاءات للمواطنين التونسيين والتونسيات حتى نرد عليهم بالإمضاءات. رسالتي ورسالة الرابطة الوطنية لحماية الثورة هي رسالة قصيرة إلى أزلام التجمع وقوى الرجال، أن الرابطة الوطنية لحماية الثورة تقول ما قاله الشاعر: إني خيرتك فاختاري ما بين الجنة والنار، جنة الحرية وجنة الشرعية، ولا سبيل إلى إيقاد نار الفتنة ونار الانقلاب. فالرابطة الوطنية لحماية الثورة مستعدة لإخماد كل فتنة وكل نار يريد إشعالها هو الرد.